بيكم في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ. النهاردة عندنا أصناف خفيفة خالص وسريعة وبسيطة، ومكوناتها موجودة في كل بيت. عندي سلطة بطاطس، بطاطس هنا بتتسلق متقطعة مكعبات وبتتسلق. سلطة بطاطس هنحط لها ثوم، وهنحط لها بقدونس، ليمون، ملح وفلفل وكمون. مع السلطة دي هنقدم لسان عصفور مفلفل زي الرز، وهنحط له شوية منكهات عشان يدينا نتيجة أحسن. وهنعمل جنبهم صنف لحمة، دي ريش هنعملها بالثوم والزعتر والليمون، ويعني هتبقى لطيفة. ودول شوية نشا عشان نتقل الصوص في الآخر لو احتاجنا. أنا أول حاجة هبدأ بيها، بدأت أورادي بالبطاطس اللي بنسلقها وعايزة أزود لها شوية مية. طبعا كالعادة البطاطس دي مش هتتسلق على الآخر عشان دي سلطة، وفي نفس الوقت لازم تكون مستوية، يعني نص سوا بس مستوية كويس، عشان البطاطس وهي مش مستوية قوي طعمها ما بيبقاش أحسن حاجة. في الوقت ده هنكون بنجهز لسان العصفور. هيتعمل ببساطة جدا، ده طبق يعني طبعا مكوناته موجودة في أي حتة. دي شوية مرقة فراخ، هنحط بقى شوية زيت ذرة. ما بفضلش أبدا الزبدة مع لسان العصفور أو الشعرية اللي هم مفلفلين، لأنه بعد كده لما بتبرد شوية بتعمل طبقة كده عليهم ما بيبقاش طعمها ولا شكلها أحسن حاجة، فبفضل الزيت. أنا مشغلة النار هنا، هنزل دول. هنحمصه، عايزة لونه يكون وسط، مش فاتح قوي ومش غامق قوي. مع التحميصة دي بقى عشان اديله أحسن طعم ممكن، هحط له شوية منكهات. يعني عندي هنا قرفة عيدان، مستكة، خلوا بالكم ان المستكة بتمرر، فحبة صغيرة يعني واحدة صغيرة، حبهان، اتنين او ثلاثة، وقرنفل، هحط واحدة بس قرنفل لان طعمه قوي قوي فهكتفي بواحدة بس. يعني ممكن حاجة منهم، ممكن كلهم مع بعض، ممكن نزود له لورا، ممكن نزود له زعفران، يعني زي ما انتوا عايزين. ممكن زي ما بقول لكم كل مرة، ان كل مرة نعمله بطعم مختلف. هنا بس عايزاه اللون زي ما قلت لكم كده يبقى ذهبي فاتح، عشان انزل عليه المرقة واسيبه لحد ما يفلفل، يستوي ويفلفل ويبقى حلو. في الوقت ده احنا ممكن نستثمر وقتنا ونتبل الفراخ، الريش، انا اسفة، اللحمة. هنعمل ايه؟ نجيب بس طبق نتبلها فيه. هنا هجيب دي بقى، افضل نستخدم لها زيت زيتون عشان ندي احسن طعم ممكن. هستخدم ملح وفلفل، وعندي هنا ثوم، هستخدم زعتر طازة. الليمون مش هحطه دلوقتي مع التتبيلة، الليمون انا هحطه في الاخر، هطفي بيه اللحمة وهي على النار، فمش هحطه دلوقتي في التتبيلة. زعتر، نبص على ده عشان مش عايزة يغمق. هحط شوية زعتر كمان، وزي ما بقول لكم دايما ممكن العيدان بتاعه الزعتر دي بيبقى فيها طعم قوي، فممكن نحطها في التتبيله وساعه التشويح، وبعدين نبقى نشيلها واحنا بنقدم، لان فعلا بيبقى فيها طعم قوي. كده كفايه. هحط ايه بقى؟ ملح، فلفل، زيت زيتون، يعني
عيني طبعا على اللحمة بحيث أشوف أنا محتاجة كمية قد إيه. أنا بعملها دايما كده، وأحيانا لما بحب أغير شوية في الطعم بحط لها مستردة، فممكن تعملوها مرة كده ومرة كده، بتدي طعم برضو مختلف شوية. هاخد الثوم ده ثوم صحيح عشان اخد طعم اكتر من الثوم، بس انا عايزاه برضو صحيح، بس بالطول. الخط اللي في النص اللي في الثوم ده هو اللي فيه الطعم، فعشان كده انا بفتحه عشان اخد اكبر قدر من الطعم ممكن. وفي الوقت ده انا ده بدا ياخد عندي لون، فمعلش هركز معايا بس دقيقه واحده لحد ما احط له المرقه وارجع اكمل تتبيله اللحمه عشان مش عايزاه يغمق. انا الحقيقه ما بيفرقش معايا قوي لو هو غمق، ما بتضايقش يعني، بس طبعا الشكل في المفلفل ده بالذات الاحلى ان هو يبقى فاتح. نبص على دي بصه كده، هي ماشيه تمام. اوكي خلاص ده كده، احنا محطينالوش ملح فخلينا نحط له الملح بتاعه. وخلوا بالكم طبعا انه لسان العصفور ده مش هيستوي للاخر، لانه نوع من انواع المكرونه، فيفضل ان هو يكون الدنتي او يكون فيه قرشه بسيطه او عضه كده بسيطه يعني، فما تسويهوش للاخر قوي. وكمان لما بيستوي للاخر زيه زي المكرونه بيعجن، فمش هتبقى احسن نتيجه يعني. نكمل هنا الثوم وعنينا برضو عليه. انا هستخدم الثوم ده كله الحقيقة، لان هو الطعم بتاع الريش دي كله في الثوم. بس كده هناخد بقى اللحمة دي نحطها في التتبيلة. زهقتكم اني اقول لكم انه التتبيلة بتاعة اللحوم دايما يفضل انكم تسيبوها اطول وقت ممكن، فلو انتوا من بالليل مثلا او من الصبح لحد وقت الغدا هيبقى كويس قوي. انا طبعا ما عنديش الامكانيه دي، فانا هشتغل على طول، بس افضل ان انتوا تدوها وقتها في التتبيله. نقلب هنا كل المكونات في بعض كده كويس قوي قوي اهو، وبعدين نبتدي ننزل اللحمه دي على الجنبين كده تاخد التتبيله بتاعتها كويس قوي. دي تبقى لطيفه جدا لو في متوفر عندي شوايه فحم، هتبقى هايله يعني. لو عندكم وهتشوا بعد كده على الفحم هتبقى هايله، بس ساعتها بقى هتحطوا الليمون مع التتبيله، لانه انا محتاجه طعم الليمون جوه اللحمه. فساعتها هنحط، بس يعني ده الاختلاف الوحيد، وهنقلل شوية الزيت يعني، هنحط بس هيبقى قليل عن كده. طبعا انا حاطة كتير لاني هعملها على الطاسة فمحتاجة زيت، لكن لو شوي على الفحم هنقلله شوية، بس هيبقى طعمها حلو قوي. ولو انتوا حابين، ما بقدرش اعمل الحاجات دي عشان انا عندي هنا بوتجاز كهربا. لو انتوا حابين تدوا اللحمة طعم الشوي اللي بالفحم، لكن يعني عشان هو مش متوفر بنجيب فحماية او اتنين او تلاتة ونحطهم على النار لحد ما الفحمة تولع خالص. بجيب حتة فويل او طبق احط فيه معلقة من زيت الذرة، وبعد ما اشوي اللحمة دي على الطاسة وتكمل سواها خالص بقوم حاطة الطبق اللي فيه الزيت وحاطة فوقيه الفحم واكمره، يعني اقفله جامد جدا. هيدي نفس نتيجة الشوي او نفس طعم الشوي يعني. افكار عشان تستخدموها. هنا هنحط الشوربه، نقلب تقليبه. هنسيب ده بقى ياخد سواه، هنطلع له الغطا بتاعه. هنجيب الغطا دلوقتي، نبص بس هنا اهو، نغطيه.
عايزة أبص على البطاطس. خلوا بالكم إن أنا لو شفت بالشوكة أو بالسكينة في واحدة بطاطس، الواحدة البطاطس دي هتتفتفت فخلاص هتنتهي يعني. فحاولوا كده إن أنتوا يعني أنا لما أقلبها كده أحس بملمسها إذا كانت مستوية ولا لأ. ولو هعمل الحركة بتاعة السكينة أو الشوكة دي احاول انها تبقى في اخر وقت ممكن، ابقى خلاص متاكده ان هي استوت، لانه زي ما قلت لكم هتتفتفت الحته اللي انا هجرب بيها دي، فمش هتنفع، هتبقى خلاص بيوريه. هنا اللحمه عندي في تتبيلتها مظبوطه، هنشيلها على جنب كده، بنسيبها تتبل يعني على قد ما نقدر، ونروق دول. انا مستنيه كده ايه، مستنيه لسان عصفور يستوي. البطاطس عندي اول ما تستوي هتاخد التتبيله بتاعتها، وهنشوح مع بعض اللحمه ونعمل لها الصوص بتاعها، وفي الوقت ده هكون انا بروق المطبخ، وهشوفكم بعد الفاصل. دلوقتي خلونا نتأكد من اللسان عصفور أخباره إيه. ماشي تمام، هنوطي بقى عليه شوية عشان يتشرب المية اللي فيه دي بالراحة كده زي الرز. البطاطس برضو شغالة تمام. إحنا في الوقت ده هنكون بنعمل اللحمة. اللحمة أنا مش هحط في الطاسة زيت، لأن أنا حطلها في التتبيلة زيت، فمش محتاجة أكتر من كده، بس نتأكد إنها سخنة. ننزلهم واحدة واحدة زي ما احنا متفقين، عشان منزلش بيهم مرة واحدة والطاسة حرارتها تنزل. انتوا زي ما انتوا عارفين انا باكل اللحمة مش مستوية قوي. كالعادة لو احنا عايزين اللحمة تبقى مستوية قوي هنديها الاول على نار عالية اللون بتاعها، وبعدين نوطي ونغطيها ونسيبها تكمل سواها على مهلها، او نغطيها وندخلها الفرن برضو تكمل السوا على مهلها. ف ده لو انتوا حابينها يعني مستويه قوي. ننزل بقى كل الكلام ده هنا كده عشان يدي اللحمه الطعم. كده دي خلاص قربت، وزي ما بقول لكم دايما نحرك الطاسه عشان اتاكد ان هي واخده الحراره متساويه من كل الجهات. في الوقت ده ممكن نعمل الدريسنج بتاع السلطه بتاعتنا. عايزاها هتاخد لون بني فاتح ذهبي غامق، فمش هستعجل عليها. هنا ثوم مفروم، كمون، بقدونس، ليمون. هروح هناك هحط ملح وفلفل، وهحط زيت ذرة. وشوية من زيت الذرة. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس. خلونا بقى نبص واحدة واحدة كده على الحاجات اللي عندنا. أول حاجة عايزة أبص عليها لسان العصفور. بصوا خلاص تمام كده، فاضل له شوية مية صغيرين قوي عبال ما يتشربوا يكون هو جاهز. هرجع أوطي تاني
عليه على نار بقى هاديه مش متوسطه زي ما احنا كنا عاملين. تعالوا نبص هنا على البطاطس، خلاص قربت، هعملها اخر حاجه خالص عشان اديها وقتها. وهنا ابتدي ابص على اللحمه، لسه انا هديها لون اكتر من كده، هو ده اللون اللي انا هكتفي بيه. خلوني اشيل لكم دول، هسيب الليمون عشان هستخدمه للريش، وهبتدي اجهز الاطباق اللي انا هقدم فيها. بطاطس هقدمها في طبقها، وعندي لسان عصفور مع اللحمة هنا، يبقى احنا ده مش محتاجينه، نزله تحت. تعالوا بقى نبص تاني على اللحمة، دي اكلة سريعة قوي ما بتاخدش وقت خالص. يعني بصوا احنا عقبال ما كل حاجة هتكون استوت مع بعضها، يعني يمكن الاكلة دي تاخد مننا وقت تلت ساعة نص ساعة بالكتير حسب الكمية اللي احنا عاملينها. فبتبقى لطيفة للستات اللي بتشتغل او لعزومة كده، كابل جاي يتغدى معانا او يتعشى معانا، بتبقى لطيفة قوي. ومكوناتها متوفرة مش صعبة. كمان اللحمة دي انا بعمل لها التتبيلة دي وبشيلها في الفريزر واطلع على طول على التسوية، فبتقلل اكتر واكتر في الوقت. لسان العصفور ده عندي كده خلاص جاهز، خلونا نشيله ونطفي عليه عشان نغرفه. اللحمة تاخد بس اللون وتبقى تمام. لو حابين انه الصوص بتاعها يكون كثيف وكتير، هنرفع اللحمة من على النار وهندوب شوية النشا دول في مية او في كريمة وننزلهم نعمل بيهم الصوص بتاع اللحمة لو انتوا حابين. لو حابينها تبقى كده زي ما هي مفيش مشكلة. نصيحة كمان للحمة، لو انتوا حابين لو انتوا بتحبوها مستوية قوي تدقوها شوية، لان دي تخينة، فمدة سواها هتبقى اكتر للي بيحبوا اللحمة مستوية والدان، فممكن ندقها شوية فتبقى ارفع وتاخد وقت اقل، بس انا عشان بحبها مش مستوية قوي فمش فارق معايا الموضوع ده. تعالوا نغرف ده، شوف لو عندنا ايه اللي بنعمل فيه. هنخلي بالنا بقى واحنا بنطلع ان احنا ما ناخدش معانا التوابل اللي احنا حطيناها، اللي هي الحبهان والقرفة. المستكة دابت طبعا خلاص، القرنفل. هنخلي بالنا واحنا بنطلع ان احنا ايه ما نطلعهمش معانا. انا مدمنة اللسان عصفور ده في العشاء، بعمله لما بقى ماليش نفس يعني للاكل اعمله واتعشى بيه، يبقى حلو قوي فعلا. اوكي، لسان عصفور ده الناس ظلماه بتستخدمه بس في الشوربه، بس هو له استخدامات تانية كده. خليني اشيل لكم دول وارجع ابص على اللحمه والبطاطس. بتهيألي خلاص ممكن ان احنا نطلعها نصفيها، بس نشيل بقى دول الاول.
هنا ايه؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه في كل قطع اللحمه، فهنصبر عليه لحد ما نوصل للون المطلوب. تعالوا نبص هنا. تمام تمام قوي. وزي ما احنا متعودين هناخد منها على قد الدريسنج تحسبا ان هي تكون اكتر. مش عايزه امسكها بقى بصوا عشان ما تتفتتش، فهقلب بالراحه خالص من تحت لفوق عشان ما تتفتتش مني، عشان عايزه شكلها يفضل سليم لان دي سلطه. ده الوقت اللي هنزل فيه الليمون، او ممكن بس استنى ثانيه اخد بس اللون، لان لو نزلت الليمون دلوقتي هيوقف لي التحمير، فمش هاخد اللون اللي انا عايزاه. هصبر سنه بس، هتصبروا معايا ثواني. تعالوا نقلب دي لحد ما اللحمه تجهز، ما فاضلهاش كتير. تعالوا نقلب هنا السلطه، برضو دي من السلطات زي السلطه الروسي اللي انا بفضل دايما ان انا اتبل البطاطس وهي سخنه، لان بحس ان التتبيله بتخش جواها اكتر وبيبقى طعمها احلى، فمش بسيبها تبرد. عايزه انضف الطبق. السلطه جاهزه، لسان العصفور جاهز، فاضل بس اللحمه. تعالوا نبص عليها. خلاص تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل عصير الليمون على كل قطعة لحمة، هسيبه ثانية يتشرب. سامعين الصوت؟ هي دي ازاي؟ بس تتشرب شوية من الليمون ده. هجيب طبق ارفعها فيه عشان انزلها شوية الدقيق النشا اللي انا هدوبهم بشوية مية. مش شرط ان انا استخدم كل دول اهم، بس عشان نعمل شوية صوص حلوين نحطهم على لسان العصفور. وممكن تكتفوا طبعا بالصوص ده، حلو قوي برضو ومش محتاج حاجة، بس احنا هنتقله سنة عشان ناخد نتيجة احسن. نجيب طبق نرفع اللحمة. النشا من الحاجات اللي بتتقل الصوص في ساعتها، يعني مش بياخد وقت قوي، ولازم يتقلب على طول على طول على طول، واحنا قبل ما ننزل واحنا بننزل واول ما ننزل نفضل نقلب عشان ما يكلكعش وما يتلسعش. النشا من الحاجات اللي بتتلسع بسهولة. لو انتوا حابين الصوص ده تحطوا له شوية كريمة ممكن جدا، هيبقى كريمي وحلو اهو كده. ده محتاج بقى شوية مية او كريمة زي ما انتوا عايزين، او حتى لبن. انا هحط شوية كريمة عشان نظبط الكثافة بتاعته. اللي حابب اللحمة مستوية سوا كامل ينزل اللحمة تاني مع الصوص الفظيع ده تكمل سواها، هتاخد طبعا طعم حلو قوي قوي قوي، وهتكمل سوا للآخر. انا اللي هعمله دلوقتي ان انا هنزلها ثانية واحدة قبل ما، حتى من غير نار خالص عشان مش عايزاه يتقل اكتر من كده. نعمل ايه؟ ننزل اللحمة دي بالمية بتاعتها،
نديها تقليبه مع الصوص ده، وزي ما انا قلت لكم مش عايزه افضل اعيد وازيد عشان ما ازهقكوش. لو انتوا حابينها مستويه اكتر من كده، هي كده مستويه 3 ارباع سوا، حتى مش نص سوا. لو انتوا حابينها مستويه على الاخر هتسيبوها في الصوص ده، بس تدوله بقى شويه مرقه او ميه او لبن او اي حاجه، يعني يكون اتقل من كده، اخف من كده، عشان يسوي لي اللحمه. تعالوا بقى نغرف مع بعض، واسلم عليكم واقول لكم اشوفكم في الحلقه الجايه من اميره في المطبخ ان شاء الله. اتمنى كل الوصفات تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. هستناكم على الفيسبوك بيج بتاعه البرنامج اميره في المطبخ، او بتاعه سي بي سي السفره بتابعها برضو. البيج بتاعتنا عليها اكتر من 140 الف فان، هي دي الصفحه الرئيسيه بتاعه البرنامج، مش اي صفحه تانية. فهستناكم عليها. حزين الطبق ده واقول لكم باي باي. الف هنا وشفا، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.